النهاردة كان في مسيرة للإخوان المسلمين في منطقة سيدي جابر في اسكندرية، ولكن كالعادة مسيرات تنظيم الإخوان دايما بتقلب بأحداث شغب. البداية كانت في منطقة سيدي جابر في شارع سوريا، والمسيرة لتنظيم الإخوان كانت تقدر بالعشرات. بعد ما مشت لبضع مئات من الأمتار ابتدت هذه المسيرة في إلقاء الحجارة على المحلات التجارية. طبعا بعد إلقاء الحجارة على المحلات التجارية حدثت بعض المناوشات ما بينهم وما بين أصحاب هذه المحلات وتكسير في الواجهات الزجاجية لهذه المحلات. تدخلت قوات الأمن وفضت هذه المسيرة وألقت القبض على أكثر من 20 من مثيرين الشغب اللي كانوا في هذه المسيرة والتابعين لجماعة الإخوان المسلمين، كان بحوزتهم بعض الأسلحة البيضاء. تفاصيل أكثر عن هذه المسيرة وطبيعة ومين اللي كانوا موجودين في هذه المسيرة معنا على الهاتف مدير أمن اسكندرية سيادة اللواء أمين عز الدين. سيادة اللواء برحب بحضرتك. أهلا صباح الخير بيك يا فندم. سيادة اللواء، يعني إحنا عندنا الخبر حتى الآن الواضح إن هم كانت مسيرة وبعدين ابتدوا في إلقاء الحجارة على المحلات التجارية، هل واضح أيوة. عندكم معلومات إيه السبب؟ هو طبعا حضرتك دي حركة مسميها نفسها حركة الساعة 7 صباحا. دول جمعوا بعضهم ومشوا في مسيرة في منطقة شارع سوريا دائرة اسم سيدي جابر، وقاموا بتعطيل حركة المرور. حركة الساعة 9 صباحا، هل ده معناه ست الوقت ان هم ليهم انشطة في هذا الوقت كل يوم؟ والله ما اعرفش حاجة كده، مسميين نفسهم حركة 7 صبح ان هم ينزلوا يقطعوا الطريق، يعطلوا المواصلات العامة، يعطلوا الموظفين عن التوجه لعملهم. طبعا جمعوا بعضهم ووقفوا في منطقة شارع سوريا، قطعوا الطريق وعطلوا حركة المرور. ابتدت الناس طبعا متضايقة من هذا الموقف، حصلت مناوشات وقاموا بإلقاء الحجارة على المحلات، في تلفيات في كسروا بعض المحلات اللي موجودة. طبعا قوات الأمن كانت بالقرب وقامت بالتدخل والفض، ضبطنا حوالي 21 من مثيري الشغب وضبطنا معاهم بقى العدد من المنشورات اللي هي المسيئة واليافتات وبعض الأسلحة البيضاء وبرضو بعض المبالغ المالية كده مع أحد الأشخاص، وبيتم دلوقتي اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا معاهم، والحالة الحمد لله دلوقتي هادئة وحالة المرور فيها يسر. الأماكن اللي هم بيبتدوا منها هذه المسيرات تنظيمات الإخوان وغيرها، هل هي محددة في أماكن بعينها؟ يعني من تعودنا على هذه المسيرات قدرنا نرصدها ولا بيغيروها من وقت للتاني؟ لا طبعا، هو فيها عملية تغيير وعملية تعمد لتعطيل حركة المرور، بأنهم بيقصدوا بعض المناطق اللي بيبقى فيها كثافات أو فيها حركة مرورية عالية وبيبدأوا أنهم يعملوا تجمعهم فيها. بس احنا عاملين تحسبات من الناحية الأمنية لكل الظروف دي، وتواجدنا على مدار 24 ساعة في كافة الأوقات بقرب من أي أماكن ممكن يحصل فيها مسيرات أو مظاهرات أو أعمال شغب أو تعديات على المنشآت. والنهاردة الحمد لله كان التدخل السريع أدى إلى الفض السريع والضبط وتسيير حركة المرور. هو المفروض أن أصحاب المحلات في الحالة دي يعملوا إيه ست اللواء؟ طبعا بيعملوا إجراءات محاضر وبيتموا معينة المحلات بتاعتهم وبيتهموا المعتدين بإحداث التلفيات وبيطاردوا عن النيابة، وبالنيابة بقى وقرارها بالنسبة لي. أنا عارف أن ده بعيد عن اختصاص سيادتك، ولكن هل المحافظة بتصرف لهم أي نوع من أنواع التعويضات؟ والله لا، دي يعني دي حسب بقى، بيرجع لما نشوف القضيه بيرسي فيها ايه، واذا كان في تام هيوجه لحد، يعني دي لها اجراءات قانونيه واجراءات اداريه اخرى. طيب سياده اللواء، احنا قدامنا يوم الاثنين حدث مهم للغايه وهو محاكمه الرئيس المعزول مرسي. ايه الاستعدادات اللي في المحافظه لمثل هذه المحاكمه؟ والله هو طبعا الاستعدادات لازم تكون الاستعدادات مكثفه، بس هو عموما احنا في مديريه امن اسكندريه وعموما في وزاره الداخليه اجراءات التامين متخذه قبل واثناء وبعد تلك الاحداث بصفه مستمره، لان انت حضرتك شايف ان مفيش يوم ما بيعدي مفيش فيه احداث. الاجراءات مستمره، القوات بتاعتنا منتشره في كافه الاماكن لتامين الشوارع والمنشات الهامه والحيويه ودور العباده والمنشآت الشرطية متواجدة طبعا. إنما بالنسبة كمان لهذا اليوم هيبقى فيه تكثيف أكتر وهيبقى فيه ردع أكتر لأي حد يسول له نفسه ويحاول يتعدي على منشأة
او يعمل اي عمل ارهابي او يخل بالامن العام هيكون التصدي له بالحظ والسلامه ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندريه.